وكم من بيوت كانت هانئة في النهار، وعندما جاء وقت الليل جاءها خبر المصاب. وفي الحقيقة استوقفني لقاء مع أحد، يعني طبعا لم يكن مخطط له، لقاء مع رجل هو أكبر مني سنا، وكان للواعظ الصامت جولات في عائلتهم، حيث رحل أخوه الأكبر منه الأول، وبعد مدة رحل أخوه الثاني الأكبر منه، وبعد مدة رحل أخوه الثالث الأصغر منه، وبعد مدة رحل ابن أخيه، ثم رحل ابن أخيه، ثم رحل ابن أخيه، ثم رحل ابن أخيه. تكرر ذلك المشهد 7 مرات في عائلته. وكنت بداية الحديث سألته عن قصة وفاة أخيه الأكبر، فأخذ يسرد لي القصة، ثم بعد ذلك توالى الحديث في ذكر خبر بعد الأول الثاني ثم الثالث ثم هكذا حول هذا الموضوع. ليست الغرابة في أن يموت الإنسان فهو حق، الغرابة أيها الأحبة الكرام، الغرابة أن يطرق الواعظ الصامت المنزل فيأتي إلى الأخ فلا يتعظ أخوه، ويأتي إلى الابن فلا يتعظ الأب، ويأتي إلى الأب فلا يتعظ الابن، ويأتي إلى الزوج فلا تتعظ الزوجة، ويأتي إلى الزوجة فلا يتعظ الزوج. هنا المصيبة الكبرى. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. يقول: اتصلت في منزل أخي أخوه الثاني، يقول أقول لأهل المنزل أخبروا أخي فلان عندما يغادر مكان الذي يشتغلون فيه قبل أن يذهبون إلى البلد، يقول أخبروا أخي، طبعا ما كانت موجودة هواتف بعدها، يقول أخبروا أخي عندما يمر عليكم هنا وهو راحل إلى البلد قولوا له يخبر أهلي بأني هذا الأسبوع ما بخرج إلى البلد، عندي مراجعة لامتحانات. يقول أخي قبل أن يصل إلى منزل أخيه لأخذ أغراضه للمغادرة إلى البلد وقف للتزود للوقود، وعندما خرج لم ينتبه للطريق فصدمته سيارة كبيرة، توقع شاحنة أو شيء من هذا القبيل، فتوفي في الحال. يقول وبعد البحث في أوراقه الثبوتية وكذا استطاعوا أن يصلوا إلى أخي صاحب المنزل فأخبروه وأخبرني، وغادرنا معا ذلك المكان لكي نواري أخي في الثرى. هذا الذي توفي كان رجلا شهما، وكان رجلا حسب ما ذكرت لي زوجته يكاد لا يفارق المصحف، وكانت عليه سيما الصلاح وسيما الإيمان. فرحا، هل تغير في هذه الأسرة شيء؟ لم يتغير شيء. جاء موعد رحيل الشخص الثاني، يقول بعد طبعا 2 سنين تقريبا أو أكثر، يقول لي أخوه نفس الذي حكى لي عن الأول، يقول أخي الثاني
كان بيني وبينه اتصال لأخرج أنا من المنطقة التي أنا فيها ويخرج هو من المنطقة التي هو فيها لنلتقي في منطقة ثالثة لحضور عزاء. يقول فرتبت معه موعدا أن نلتقي في العزاء بالاتصال عبر الهواتف الثابتة، هذه الهواتف المنزلية. يقول رتبت معه اللقاء أننا نلتقي في العزاء، ومن الغرابة أن يكون اسم الشخص المتوفى في العزاء هو نفس الثنائي والقبيلة، هو نفس اسم الأخ الذي حان أوان رحيله في ذلك اليوم. يقول اتفقنا أن نلتقي في العزاء، عندما وصلت إلى العزاء ما وجدت أخي، وأخي اسمه كاسم صاحب المتوفى في العزاء وبنفس القبيلة. يعني على سبيل المثال المتوفى المختار بن غالب النعمان، وهذا اسمه نفس الشيء المختار بن غالب النعمان. يقول وصلت العزاء، الظاهر أن أهل العزاء عندهم خبر عن وفاة أخي وأنا ما عندي خبر. يقول فكان البعض ينظر إلي، لأنه الظاهر أنه في ناس كانوا في نفس الطريق فمروا على الحادث. يقول هو وقع عليه حادث، صدمته سيارة وهو في طريقه إلى العزاء، أخي صدمته سيارة وجها بوجه فتوفي في الحادث 6 أشخاص، 5 السيارة التي صدمت وأخي في سيارته هو السادس. يقول عندما وصلت، يقول وأنا جالس في مجلس العزاء قام لي رجل من الموجودين عندما رأى أنه لا يوجد لديه خبر، يقول قلت قال لي فلان يقول كان أبوك معنا هنا في العزاء، يقول خرج قبلك، والظاهر في معنى الكلام لعله يريد له تورية حتى لا ينصدم، يقول له أنه في معنى الكلام يعني أوحى ضروري أنك تذهب إلى البلد، أنه حد مريض أو حد من أهلك مريض شيء من هذا القبيل. يقول فخرجت متجه إلى البلد. يقول وأنا أسير أدركتني صلاة المغرب فوقفت أصلي المغرب، وعندما سلمت على الإمام المسجد يعرفني فقال لي يحصل الله عزاكم في فلان. فلان اسم الشخص اللي هو يعني هو ظن اسم الشخص لأنه نفس اسم أخي اللي كان في العزاء لأنه من جماعته من نفس القبيلة. يقول فقلت له لله البقاء. يقول دخلت وصليت المغرب والعشاء وتأخرت بعدني شوية، الإمام طلع قبلي، يوم خرجت الإمام عرصني خارج قال لي تو أنت ما عندك خبر؟ شافه كأنه ما مهتم، قال لي يقول له خبر إيش؟ قال له أخوك فلان بفلان متوفي. يقول هو يقول بمصطلح عبارته يقول هللت وكبرت، يعني قلت لا إله إلا الله الله أكبر. يقول وروحت، يوم روحت وصلت يقول لقيت أخوي عاد في المغسلة يغسل. هذا الأخ الثاني. بعدها بمدة يقول ابن أخي الأول كان شابا قريبا من عمري أنا يعني في العمر، يقول قبيل عيد الفطر بيوم أو اليوم الذي ستصبح فيها، كان لعله في شك يعني من يعني كان لم تتم الرؤية فأصبحت 30 في ليلة 30. يقول بعدما قضى وقتا وتحيد ليلة أو ليالي الأعياد تكون سبب تلاقي الناس تأتي من أماكن بعيدة وتجتمع في البلد. يقول فبعدما قضى وقت طويل وما أصبحت شيء، أصبح عيد ما أصبحت يعني ما تأكدت الرؤية، فأراد أن يذهب إلى مكان ليس ببعيد يعني مسير تقريبا قرب الساعة أو أقل لمكان عمله بالليل متأخر، ولعله أصابه إرهاق فتدهور توفي، واتصلوا بهم أن فلان متوفي ابنكم وتعالوا لأخذه، وهذا يكون ابن الأخ الأول. مضت تقريبا فترة بسيطة أيضا
فدهس الابن الصغير للأخ الثاني الميت، انتهى. مرت فترة بسيطة فيأتي الدور على أخيه الثالث، يقول أنهى عمله من مسقط واتجه إلى البلد، وكان الوقت بالليل وقت متأخر، أصابه إرهاق فتدهورت سيارته وتوفي الشاب الرابع. يقول كانت الوفاة تقريبا بعد منتصف الليل، شيء من هذا القبيل، وتم تغسيله بعد طلوع الشمس وتمت مواراته في الثرى. ثم بعد ذلك جاء الدور على السادس. السادس كان من أقرب المجموعة إلى الله التي رحلت، وعاش صراعا بين الحق والباطل، انتصر فيه على هوى النفس وعلى داعي الشر، فاختاره الله تعالى إلى جنبه وهو شاب في الثلاثينات بعد إصابته بمرض مفاجئ، ثم ودع الحياة وراح. وجاء الدور على السابع، وللعلم والد هذه المجموعة أو جدها بالنسبة لأبناء الأبناء هو حي ما زال على قيد الحياة. فجاء الدور على السابع وكان راحلا عن الديار، مرتحل عن الديار وليس راحلا باختياره، فعاد وقت الضحى تقريبا، وصل والتقى بأهله في صحة وعافية وقمة من الفتوة والشباب، وبالليل كان اللقاء الأخير له مع والده ووالدته، وافترق الوالدان عن ابنهما للنوم. وعندما ذهبت الأم لتوقظ ابنها للإفطار وجدته قد فارق الحياة وهو في فراشه، واكتمل رحيل السبعة ولا ندري عن القادم من. أيها الأحبة الكرام، الواعظ الصامت طرق منازلا وأسرا، فكان سببا في تحول حياة العديد من الشباب من الشر إلى الخير، وكان سببا في مراجعة الكثير من الناس لأنفسهم، حتى قيل أنه مات فلان في المكان الفلاني فكان موته رحمة، قيل لماذا رحمة؟ قيل لأنه بسببه صلح الكثير من الناس.